نرجع مرة ثانية إلى التمرين اللي عندنا ونشوف الإجابة فبعد ما رسمنا وحطينا كل المعلومات واستخدمنا نسبة المثلثية المناسبة ولأن زاوية استخدمنا شفت التاء تطلع الإجابة اللي عندنا 53 درجة تقريبا ننتقل إلى الجزء اللي بعده نشوف المثال اللي عندنا تسلقت قطة شجرة ورصدت مريم زاويه ارتفاعها فكانت 40 درجه وكان مستوى عينيها على ارتفاع 5 فيت عن سطح الارض ما ارتفاع القطه عن سطح الارض مقربا الناتج الى اقرب منزله عشريه الفرق هنا بين المسائل السابقه وهذا التمرين ان انا بلاحظ ان عندي اللي هو ارتفاع مريم اللي هو مستوى نظرها خمسة فيت بشوف أنا شلون أستفيد من هذه المعلومة في الحل نبتدي مع بعض بقول أنا برسم هني الشكل ذي اللي هو المثلث القائم بحط المعلومات اللي عليه اللي هو البعد عشرة والزاوية أربعين وعندي بقول المقابل عشان أشوف ارتفاع الشجرة العلوي أحط المقابل والمجاور وبقول المقابل هو الجزء المجهول فبقول تان أربعين اللي هي الزاوية تساوي المقابل على المجاور بعوض تعويض مباشر بحل بضرب عشرة في تان أربعين عشان أطلع قيمة الإكس فبقول إكس تساوي 10 في 40 يطلع عندي تقريبا الناتج 8.4 قال لي ما ارتفاع القطه فعشان اوجد ارتفاع القطه ما انسى اللي هو ارتفاع مريم مستوى نظر مريم عن الارض فباجمع الارتفاع اللي انا طلعته مع الخمسه فباي هني بقول ارتفاع القطه عن سطح الارض يساوي هذه الارتفاع كامل للشجره بقول طول مريم زائد ارتفاع القطة عن مستوى نظرها بقول يساوي خمسة زائد ثمانية بوينت أربعة فيطلع ثلاثة عشر بوينت أربعة فيت وبذي الشكل انتهيت من هذه المثال وشفت الفكرة اللي فيه ننتقل إلى جزء آخر انتذكر مع بعض إذا كان هناك مستقيمان متوازيان بذي الشكل وبعدين قطعهما مستقيم آخر بهذه الشكل بينتج عندي زاويتين الزاوية الأولى ذي اللي هي ثيتا 1 والزاوية الثانية ذي هي ثيتا 2 فبسمي هذين الزاويتين زاويتين متبادلتين ما هي العلاقة بين ذين الزاويتين اللي هو التساوي طبعا هذه خذناها في مرحلة سابقة فبشوف عندي لو عندي هذا الشكل اللي عندي هني هذه وعندي هذه الزاوية ثلاثين فما قياس الزاوية إيه بعرف إن قياسها بعد ثلاثين درجة من خلال اللي أخذناه من قبل خلنا الحين تطبيقات على زوايا الانخفاض نأخذ ذي المثال بنقول من قمة منزل ارتفاعه عشرة ونص متر رصد رجل سيارة على الأرض بزاوية انخفاض 33 درجة فأوجد بعد السيارة عن قمة المنزل إلى أقرب منزلتين عشريتين فلازم أنا أستفيد من المعلومة اللي قبل شوي خدتها اللي هي الزاويتين المتبادلتين في حال زوايا الانخفاض خلينا نشوف مع بعض أول شيء قمة منزل ارتفاعه عشرة ونص هذه قمة المنزل وهذه ارتفاعه رصد رجل سيارة على الأرض بزاوية انخفاض 33 درجة وإحنا قلنا أن زاوية الانخفاض من مستوى النظر تكون تحتها تحت مستوى النظر فهذه هي زاوية الانخفاض 33 درجة وبالاستفادة من المعلومة اللي قبل شوي فبتصير زاوية الانخفاض بعد هي تحت هني بذي الشكل الحين يقول لي أوجد بعد السيارة عن قمة المنزل فأنا بشوف بعد السيارة عن قمة المنزل اللي هو الجزء اللي هني بحط المعلومات اللي عندي بيقول هذه الزاوية الجزء المقابل لها اللي هي عشرة ونص الجزء المجهول اللي هني هو بسميه الوتر، مدام عندي مقابل الوتر لهذه الزاوية ثلاثة درجة، إذا أنا بستخدم النسبة المثلثية المناسبة عندي اللي هي الساين، فبقول ساين السي هي المقابل على الوتر، أعوض عن المقابل بعشرة ونص، والوتر حطيته هو AC، خلاص؟ الحين أنا أبي أوجد الوتر اللي هو AC اللي هو البعد السيارة عن قمة المنزل فبحل طرفين في وسطين بقول AC في ساين ثلاثة وثلاثين تساوي عشرة ونص لأن ضربت عشرة ونص في مقام ساين ثلاثة وثلاثين وهو المقام هني واحد إذا مو موجود فيطلع عندي عشرة ونص الحين باي أقسم الطرفين على ساين ثلاثة وثلاثين فبيطلع عندي عشرة ونص على ساين ثلاثة وثلاثين يساوي الناتج 19.28 وانا قربت الى اقرب منزلتين عشريتين اذا بعد السيارة عن قمة المنزل هو 19.28 متر وبذي الشكل انتهيت من ايجاد اللي هو البعد بس باستخدام زاوية الانخفاض ننتقل الى تمرين اخر نشوف هذا التمرين اعطيكم دقيقه واعرض لكم الاجابه نرجع إلى التمرين تقف سارة على قمة صخرة على شاطئ البحر وتنظر إلى فقمة في مياه البحر إذا كان ارتفاع الصخرة فوق البحر 40 فيت وزاوية الانخفاض 52 درجة فأوجد المسافة الأفقية بين حيوان الفقمة وقاعدة الصخرة إلى أقرب قدم نعرض الإجابة بنشوف الرسم بيكون بذي الشكل والآن حطيت الشعاع اللي فوق لأن هاي زاوية انخفاض وحطيت كل المعلومات اللي عندي، فبلاحظ بالنسبة للزاوية عندي الضلع المقابل والمجاور، لذلك أنا استخدمت التن، أو تعويض مباشر، وسويت العمليات الحسابية ماليني، فطلعت الإجابة واحد وثلاثين فيت، خلصت من هذه التمرين، ننتقل إلى مثال آخر. تطير طائرة على ارتفاع 528 فيت وقرر قائد الطائرة ان يهبط اضطراريا بسبب عاصفه جويه اذا كانت المسافه الافقيه التي يمكنه ان يهبط فيها 2000 فيت فما قياس زاويه الانخفاض التي يجب ان يهبطها مقربا لاقرب درجه خلينا نعطيكم وقت كافي عشان تحلون ذي المثال ونشوف مع بعض نرجع إلى المثال ونشوف الإجابة اللي عندنا طبعا حطينا الارتفاع بعدين حطينا المسافة الأفقية وعقب قلنا لأن زاوية انخفاض سوينا الرسمة بذي الشكل حطينا مستوى النظر حطينا زاوية الانخفاض اللي هي الزاوية المجهولة ومدام زاوية هي المجهولة فأنا عارف أن أنا بستخدم معكوس النسب المثلثية نشوف مع بعض عندي مقابل وعندي مجاور اذا انا بستخدم التان بعوض تعويض مباشر عن المقابل والمجاور وبعدين بسوي اللي هو المعكوس للتان بالاله الحاسبه اللي هو شفت التان حق 528 على 2000 بيطلع الناتج عندي تقريبا 15 درجه لانه هو قال لي قرب لاقرب درجه يعني بدون بوينتات وفي النهايه خلصت من هذا التمرين وننتقل الى جزء اخر نرجع إلى التمرين اللي عندنا ونشوف الإجابة بيكون الرسم عندي بذي الشكل لأن في ذي السؤال عندي زاوية انخفاض عندي الارتفاع 400 وعندي المسافة الأفقية بين النسر والأرنب 210 والزاوية هي المجهولة لذلك أنا بستخدم معكوس التان وليش تان؟ لأن عندي مقابل مجاور للزاوية فتطلع الإجابة 62.3 درجة بذي الشكل انتهيت من ذي التمرين وفي النهايه اشكر لكم حسن استماعكم ونرجو للجميع النجاح والتفوق